اهلا بحضراتكم من جديد، خليكم شاهدين في المره 59 عايزين ال40 باذن الله تعالى. الدوري باي حال عدت يا دوري قبل ما يعود الدوري. ايوه، بما اننا اتكلمنا عن الفرص والتاهل وكده، ايوه لازم نحيي فريق زي السعوديه اللي ضمن التاهل من يعني الفرص الاولى، ونحيي سوريا اللي عندها فرصه في الملاعب. لو الفريقين العربيين دول وصلوا، وباذن الله احنا وتونس نوصل باذن الله، هيبقى موقف جميل للفرق العربيه. يبقى الكره العربيه نلعب البطوله العربيه فرصه تعبر عن نفسها. واعتقد في حد والمغرب عنده فرصه يبقى هيبقى في 5 منتخبات عربيه، 2 من اسيا و3 من افريقيا. يبقى هنا نقدر نقول الكره العربيه تطورت وتقدمت. لكن السعوديه انها تصل بعدد مرات متكرره، صحيح بعدت الفتره الاخرانيه كتير، بس مش زينا من 90 يعني. نتمنى كل الخير للفرق العربيه، عشان يعني امجاد يا عرب امجاد في الكره على الاقل. ان شاء الله تعالى. بأي حال عدت يا دوري، المسابقه هتبدا بكره ان شاء الله الجمعه، فيها مباراتين. الساعه 5 هتلعب بتروجيت مع الداخليه في ملعب كليه الشرطه بالعباسيه، وبعديها المباراه الثانيه المقاولين العرب هيخوض هذه المواجهه مع الرجاء من مرسى مطروح، ثم تستكمل المسابقه يوم السبت ان شاء الله، والحد مباراه للاهلي مع طلائع الجيش. لكن مبدئيا ايه احوال الدوري؟ ايه قصه الدوري في النسخه رقم 59؟ نشوف هذا التقرير. ساعة قليلة وتنطلق مسابقة الدوري لكرة القدم، فأهلا بالبطولة المفضلة عند جمهور الأهلي ولاعبيه ومسؤوليه. أهلا بالبطولة العاشقة للنادي الأهلي منذ انطلاقها في أكتوبر عام 1948. الدوري ينطلق رسميا غدا الجمعة بلقاء الداخلية وبتروجيت، ويلعب الأهلي في الأسبوع الأول يوم الأحد المقبل مع طلائع الجيش على ملعب السلام. وكل الأندية استعدت للبطولة وفقا لظروفها وبحسب موعد نهاية الموسم الماضي الذي استمر حتى 15 من أغسطس، وهو موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري. كثير من الأندية غيرت جلدها، سواء بصفقات كثيرة من اللاعبين، وأكثرهم نادي الزمالك الذي تعاقد مع 21 لاعبا ومدرب جديد المونتينيغري نيبوشا. والأهلي تعاقد مع 6 لاعبين مع استقرار الجهاز الفني له بقيادة حسام البدري. الأهلي يملك في كل الخطوط لاعبين من ذوي الخبرة والنضج والشباب، مما يرجح كفته للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي والمرة ال40 في تاريخه. لا شك أن الزمالك سيكون أهم المنافسين له على اللقب في ظل وجود أندية وضعت بصمتها على خريطة الأربعة الكبار مثل المقاصة وسموحة والمصري، بينما يرغب الاتحاد سيد البلد تذوق طعم الدخول في دائرة الكبار مع مدربه هاني رمزي لأول مرة منذ فترة طويلة. وتسعى أندية الجيش والشرطة وهي الطلائع والداخلية والإنتاج الحربي للهروب مبكرا لمنطقة الأمان، وتبحث الأندية الخاصة والشركات على حمل لواء الدفاعي عن الغلابة في هذه البطولة. والأندية الجماهيرية بالفوز باللقب أو المنافسة عليه بقوة، ويبقى ضيوف البطولة الجدد القدامى وحلم البقاء بين الكبار. ومن المؤكد أن هناك صراع رهيب خلال 34 أسبوعا بين فرق المنافسة والتي تحاول المنافسة ولو من بعيد، وفرق الوسط والمهددة بالهبوط. موسم نتمناه كامل الدسم فنيا، نحلم فيه بعودة الجمهور لمكانه الطبيعي في هذه المدرجات، نرغبه الأفضل سلوكا بين اللاعبين والأكثر عدالة في التحكيم.
يعني في ال 59 عايزين ال 40، ايه رايك؟ دي النسخه 59، كل الامل للاهلي انه يفوز باللقب ويكمل ال 40. لا ده احنا عايزين ال 100 من مره واحده. احنا عايزين انت شوف، ولذلك كنت اندهش قوي، يقول لك ايه بطولات، ايه شبعنا بطولات، يعني في نغمه كده من 3 4 سنين، شبعنا بطولات، بطولات ايه؟ حد بيشبع بالبطولات؟ في بطل يشبع بالبطولات؟ مفيش بطل يشبع بالبطولات. لو شبعت تركي، اول ما تشبع تركي خلاص خليك على جنب. انما احنا ما بنشبعش، لان احنا بطولاتنا يعني مكانتنا هي بطولاتنا. فاحنا ارجو ان احنا نستمر، يعني الكلام اللي قاله في معانا كابتن احمد مجاهد، عايز اقول له هنتصل بيك بعد اذنك. لا طب احنا يعني نتواصل مع المهندس احمد مجاهد يا زملاء في الاعداد. عايز اتفضل. فاحنا مبدئيا 39 لقب، فتحت له التليفون 39 لقب هيهرب مننا. 39 لقب نحتاج لل 40 ان شاء الله. محتاجين مش بس اللقب ده، انت الكابتن سعد عبد الحفيظ بيقول لك شكل الفرقه كده افضل. انت دلوقتي عندك 30 لاعب هيغير في اللائحه كمان، عندك 30 لاعب زائد 5 صاعدين. طب ما نقول مين الاول؟ نقول الخمسه الصاعدين، لان الخمسه الصاعدين دول عندك اكرم توفيق وشفناه واثبت وجوده طبعا، ويحتاج ياخد فرصه على طول، وعندك كريم نيدفيد وشفناه واثبت وجوده. احنا طالبين من كريم نيدفيد اكتر مما يحتمل. احنا ده مش لاعب صاعد، انتوا بتقيموه علشان خد فرص كتير، لكن امكانياته الولد امكانياته كويس، لكن هو لاعب صاعد في الاخر. طبعا. وبعدين هنشوف السنه دي احمد حمدي، هذا اللاعب الموهوب الذي كان على اعتاب الاحتراف في الدوري الايطالي في اندونيسيا. ثم هنشوف احمد ريان، فكماني، مشاليمبي، مهاليمبي، قول زي ما تقول. وبعدين عندنا، انا لازم اشوف لك اسم للراجل ده غير كده. عايزين نساله هو، اطلع انطقه بنفسك. احمد ياسر ريان. واحمد ياسر ريان لحد دلوقتي شفناه في الماتشات الوديه ما شاء الله، ينبئ ينبئ عن حد كويس. ما نقدرش نتكلم نقول هيبقى عامل ازاي الا ما نشوفه. يعني بالاضافه للصاعدين دول، قائمه الاهلي بقى اللي هتدافع عن اللقب واللي هتتابعوا معاهم باذن الله تعالى على مدار هذا الموسم اللي فيه اكتر من حاجه جديده. لأول مرة الدوري ربما يظهر فيه حكم الفيديو بشكل رسمي طول المسابقة، لأول مرة اللاعب السوري واللاعب الفلسطيني في الدوري الجديد لاعبين مصريين، لأول مرة اتحاد الكرة رفع عدد الأجانب إلى 4 لاعبين، لأول مرة المسابقة هتقام بهذا الشكل المضغوط عشان تنتهي في شهر مايو حسب تعليمات الاتحاد الدولي حتى يتفرغ الجميع على سطح الكرة الأرضية لكأس العالم في يونيو. ففي حاجات كتيرة لأول مرة السنة دي على مدار هذا الموسم المضغوط والصعب والشاق، زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال لكم، الأهلي هيدافع عن لقبه في البطولة. شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل في حراسة المرمى، هيبقى في خط الدفاع علي معلول وحسين السيد وصبري رحيل وأيمن أشرف. لاحظوا في تكتل شمال كتير، عدد ما شاء الله. حاولوا تجيبوا لنا الاستاذ احمد مجاهد يا جماعه. علي معلول وحسين السيد وصبر رحيل، هو بيولي الاتصال بينا، عايز ايمن اشرف ورامي ربيعه وسعد سمير ومحمد نجيب وعبد الله الشامي السوري لاول مره برضو مع الاهلي، احمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني، الناحيه اليمين برضو بيقودها احمد فتحي. في الوسط المدافع الاهلي عنده اكثريه متميزه جدا بقياده أكثر لاعب الكرة المصرية مشاركة في المباريات في تاريخها، حسام عاشور، معاه عمرو السولية وأكرم توفيق وهشام محمد. الأهلي في قائمته السنة دي بيظهر الأبناء العائدين أو الأبناء العائدون لأحضان الأهلي، هشام محمد، إسلام محارب، وأحمد الشيخ. في خط الوسط المهاجم صالح جمعه وعبد الله السعيد واحمد الشيخ واحمد حمودي واسلام محارب وكريم نيدفيد واحمد حمدي وعمرو بركات ومؤمن زكريا ووليد سليمان وميدو جابر وجونيور اجاييه وصديق المهندس عادل الخيعي فكماني مهلمبي.
في خط عمال يبعتوا لنا الناس يقول لك مشاليمبي هو قال مكا يا اخوانا ما تيجي ندلعه خلاص ماهي ماكا في خط الهجوم عماد متعب ومروان محسن ووليد ازارو واحمد ياسر ريان. دي قائمه الاهلي اللي هتدافع عن اللقب في النسخه 59 لبطوله تقريبا هي بطوله الاهلي المفضله دايما. بطوله الدوري يا باشمهندس بطوله الاهلي المفضله. انا الكلمه دي بقى أيوة. وما اجي العب بافريقيا يقول لك بطوله الاهلي المفضله. لا دوري الابطال نخليها المحببه. اي بطوله مفضله للاهلي؟ انا بلعب عشان اكسب بطولات. هي المفضله ليه؟ لان انت كسبتها اكتر واحد. طب ما انت كسبت الكاس اكتر واحد. بس كسبت الدوري اكتر ما كسبت الكاس. اي بطوله للاهلي مفضله؟ الاهلي هو البطل الذي يفضل البطولات. والبطولات بتفضله. بتفضله. بس الدوري يعني انا فعلا لما بتامله لانه انا قلت حتى عباره الاهلي بطل الدوري دي عبارة تحس انها منحوتة على جدران المعابد من كسرتها وثباتها. الاهلي بطل الدوري مسابقة يتلعب 59 مرة الاهلي ياخدها 39 وان شاء الله تعالى اللي جاي. لا استنى هي اتلعبت 58 هي اتلعبت 58 حسبت الماتشات المرات اللي ما اتلعبتش فيها؟ لا هي ما هي فيه. يعني انت من 48 لدلوقتي كم سنه؟ 58 هتيجي 6 سنين ما لعبتش. المهندس احمد مجاهد عنده اجتماع مهم وبيبلغ الزملاء في الاعداد انه 3 في القايمه فقط الاجانب 3 في القايمه. شوط يا ابراهيم. شوط يا ابراهيم. طب صلح بقى. لا بصراحه لا يعني انت انا وقفتك عشان ما تهاجمش الا لما يكون في مسوغ. دلوقتي بقى عندنا مسوغ وعندنا الفخر اهو. هو انت جايب لي لعيبه قعدوا على الخط؟ انت هتدفع لي مرتبه؟ انت بتهزر معايا؟ انت ما تقول 4 لعيبه يبقى 4 في الملعب كمان مش القايمه. او 3 بس. الله؟ ولا انت عمال تفصلها وما كل واحد يقول لك انا خلاص خلص من المشكله؟ لا ما ينفعش كده يا جماعه بصراحه. هذا الكيل والمعايير اللي عماله متلخبطه قولوا لنا على اي اعتبار قلتوا 3 في القايمه؟ على اي اعتبار؟ وليه 4 اصلا؟ طب اديتني الحق في الرابع اعمل بيه ايه؟ طب قول لي 3 في الملعب فاهم؟ اقعد واحد وغير واحد مكان واحد. يعني 3 في الملعب. فكروا تلاتة. فيها تاني يا جماعه. هو 3 في الملعب. دلوقتي بقى 3 في القايمه. في قايمه المباراه. ايوه. قايمه المباراه فيها 3. لا ما احنا مش ما ينفعش انت عايز التشكيل ال 11 يبقى 3 واحدة على الدكه. ما هو ده اللي كان عايزه الكابتن سيد بيقول لك مديني الرابع اعمل بيه ايه؟ يعني انت مديني الرابع يعني انا عشان اقعد مديني الرابع اعمل بيه ايه؟ يفضل قاعد؟ بدفع له كل ده عشان اقعده؟ الدهون اغير بيه يبقى تغيير اجنبي يبقى اجنبي ماشي. 3 في قائمة المباراة معلش بقى 3 في قائمة المباراة 18 ولا في قائمة ال 11؟ عايزين ضبط المصطلحات بس بعد إذنكم. 3 في قائمة المباراة ولا في قائمة ال 18؟ ثلاثة في قائمة ال 18 ليه؟ إيه الحكمة؟ واحد في بيتهم يطلع يقول لنا إيه الحكمة؟ يمكن يقنعنا نخلص. هو واحد يفضل كده مركون جنبك. السؤال اللي ساله الكابتن سيد عبد الحفيظ وارجو ان الساده في اتحاد الكره يجاوبوا لنا عليه. انتوا جاملتوا في اللاعب الاجنبي الرابع. انتوا جاملتوا الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في اللاعب الرابع. خليها تبقى وش. والسوريين. خليها تبقى وش. والسوريين يا ابراهيم هو انا لكن السؤال المنطقي. السؤال المنطقي معلش اللي بيتعلق بالمال العام. الفيفا بيدي الحق لاي لاعب ما شاركش عدد معين من المباريات في فسخ التعاقد بتاعه. انت سهلت العمليه وقلت 4 اجانب. طيب اللاعب الاجنبي الرابع ده هيقبض بالدولار في بلد شايفين الدولار فيها رايح على فين؟ هل يعقل اتعاقد مع لاعب انت تحرمني من مشاركته وانا بديله بالعمله الصعبه
وبعد كده هو اللي غصب عنك هيستخدم الحق اللي انت صنعته له في فسخ التعاقد معايا؟ ما هو ده اللي هيحصل. يعني الراجل صديق المهندس عدلي ده لو ما شاركش عدد كافي، انت طلعت صاحب مهلبي ده انت من اول ما قابلتك من اول الليل وانت عملت محفظ في اسمه. هل الراجل ده لو ما شاركش عدد كافي من المباريات بالنسبه القانونيه على نهايه الموسم يفسخ عقده، ولا اتحاد الكره يقدر يفتح بقه يروح الفيفا بشكوى ادي ماتشات الموسم وادي عدد مشاركاتي؟ طب انت هتعمل ايه كنادي في الاحتياج الفني؟ الاحتياج الفني ان انت هتلعب ثلاثة وفي واحد غصبا عنك هتطلعه انت مجبر، لما تطلعه وانت وهيقبض مرتباته وهيفسخ عقده وياخد بقية عقده غصبا وانت عنك. وانت عايز تعمل ايه؟ عايز تثبت التشكيل. يعني ما هو انت هتلاعبه مكان اجاييه، هيقعد اجاييه احتياطي، هتلاعبهم بقى كل واحد ماتش، ودي طريقة تكوين فرق، دي طريقة بناء فرق. انما لما تقول لي في المباراة انا مقعده جنبي على الخط اريح بيه لعيب، اعمل بيه تغيير خططي، طالما انا سمحت لي اخد فرص اديله على فكره المشاركه. على فكره من الناحيه القانونيه، معلش يا جماعه قبل ما نهاجم عشان ما يعندوش، من فضلكم اعاده النظر من الناحيه الفنيه، الا اذا كان حد بقى بيقول لكم لا بقى عشان ايه في المشكله اتحلت باعاره اللاعب الرابع في الزمالك، يبقى باعاره اللاعب الرابع. الله، ده كلام، ده كلام ده استاذ ابراهيم، لا ما ينفعش الكلام ده. طيب الدوري بقى راجع بايه؟ قلت لكم بكره الداخليه وبتروجيت، المقاولين والرجاء، بعد كده طنطا والنصر، الاتحاد السكندري مع الاسماعيلي، الانتاج الحربي مع الزمالك، الاسيوطي مع المقصه، المصري وادي دجله، الاهلي طلائع الجيش، امبي وسموح. الاهلي وعشر انديه اخرى ما استغنوش عن مدربينهم، يعني الاستقرار ل 11 نادي ما استغنوش عن اجهزتهم الفنيه. استقرار في بدايه الموسم ده مش استقرار، لا من الموسم اللي فات، الاجهزه المستمره في قياده فرقها. اذا كابتن حسام البدري مستمر مع الاهلي، اذا كان الكابتن مختار متغير في نص الموسم يا ابراهيم يبقى أيوة بس في النهايه مستمر في الموسم الجديد، يعني ما ده اللي بقوله، يبقى مستمر في بدايه الموسم. اوكي، مش لسه استقرار ده، لا يعني لغايه دلوقتي اللي نهى الموسم اللي فات هو اللي لازال موجود. فاهم. هو اللي لازال موجود، المستمرين مع فرقه. كابتن حسام البدري مع الاهلي، كابتن حسام حسن مع المصري، كابتن محمد عوده مع المقاولين، والكابتن مختار مع الانتاج الحربي. امبي ايضا تمسك بالكابتن طارق العشري، وبتروجيت مستمر معاه الكابتن محمد يوسف، وادي دجله مستمر معاه احمد حسام ميدو، والداخليه مستمر معاها علاء عبد العال، وخالد عيد باقي مع طنطا، واحمد سامي هذا المدرب الوعد الحقيقه اللي ماشي بتجربه كويسه والناس مش واخده بالها منه مع طلائع الجيش مستمر، والنصر معاه صاعد به السيد عيد المدرب الدائم. الاستقرار الاستقرار الاستقرار. ده بقى له 10 سنين معاه. الاستقرار والاستمرار والاستنفار. ويطلع وينزل وهو معاه، برافو والله النصر. ده مستمر مع النصر. في الاجهزه الفنيه اللي تغيرت، المقصه كان بيدربه مؤمن سليمان بقى بيدربه مؤمن سليمان بدلا من ايهاب جلال. الزمالك قال لك نبوشه ده اللي كسب الاهلي مرتين بتاع المونتينيجرو، هاتوا اذ ربما. فعين نبوشه مديرا فنيا. الاسيوطي معاه علي ماهر، الرجاء معاه خالد القماش بدلا من نبيل محمود اللي كان صعد بيه، سموحه معاه تشيكي اشتراكه بدلا من مؤمن سليمان اللي في حركه انتقال داخليه انتقل الى المقصه، الاتحاد معاه هاني رمزي بدلا من الاسباني مكيده، والاسماعيلي معاه الفرنسي ديساير بدلا من ابو طالب العيساوي. انا بس في حاجه يعني سيبك من الاستقرار والاستمرار، هم ثلاثة اللي استمروا مع فرقهم من أول السنة اللي فاتت لأول السنة دي. حسام البدري، كابتن حسام، والكابتن حسام حسن، والكابتن عودة. لا، وخالد عيد، وميدو. ميدو بدأ مع وادي دجلة. لا، ميدو بدأ مع الإسماعيلي، أنت بتتكلم إزاي؟ لكن الإسماعيلي السنة اللي قبلها. لا، مش اللي قبلها. خالد عيد بدأ مع طنطا السنة اللي فاتت وكمل. وخالد عيد وكمل ومستمر. ادي الأربعة دول.
لكن المدرب الذي أثار اللغط وكان ظاهرة الموسم الماضي مين؟ إيهاب جلال. مش موجود خالص في الدوري. ده قاعد مستني إن نيبوش هيمشي. لا يعني أنا كنت أتمنى تكتمل تجربته مع المقص. كان هيلعب أفريقيا، ده حاجة غريبة جدا. يعني من المفاجآت، المفاجأة الثانية بقى إذا كان إيهاب جلال هو الظاهرة. ما تفهمش مشي ازاي من تجربة كانت ناجحة. لا حصل اللخبطة دي والدماغ لما بتتغير. البيوت أسرار. بيوت أسرار. لكن أيضا من ضمن الأسرار أن يبزغ نجم مدرب من المجهول فيتلاقيه بيمرن أتقل الفرق. مؤمن سليمان. مؤمن سليمان زمالك. سموحة. مخاصة. كلها فرق تقيلة، فرق بتلعب في أفريقيا، فرق بتنافس، فرق يعني هو اتختم الباسبور بتاعه بعد ماتش الأهلي أول ما كسب الأهلي في الكاس. دي كانت أول مباراة له، لكن يبدو عنده حاجة. ما هو مش ممكن وهو الغريبة فيه بيبدأ بنجاح مذهل وبعدين فجأة يحصل كولابس أو انهيار. يعني حصلت في الزمالك وحصلت في سموحة. نتمنى له التوفيق طبعا مع المقاصة، لكن انا زعلان ان انا مش لاقي ايهاب جلال في الدوري المصري. هل راح حته عربيه ولا بتاع؟ ما نعرفش. ما راحش لغايه دلوقتي. انما كنت اتمنى ان يستمر في المقاصة او يبقى في الدوري المصري مع فريق كبير. يعني ما اعرفش. طيب يعني ابناء الاهلي من المدربين في المسابقه سته. كابتن حسام البدري يقود الاهلي، كابتن حسام حسن يقود المصري، كابتن مختار يقود الانتاج الحربي، كابتن محمد يوسف يقود بتروجيت، احمد سامي يقود طلاع الجيش، وعلاء عبد العالي يقود الداخليه. في وقت طويل غابت المدرسه التدريبيه عن الساحه الكرويه المصريه داخليا وخارجيا. المدرسه التدريبيه الاهلاويه. لكن الحقيقه الاهلي من خلال ما حققه من نتائج وانضباط وشخصيه قدم مجموعه بس بتحسب ليهم وعليهم. الناس بتروح لهم بعشم وثقه وارتياح. لكن هم ما بيتحملوش مناخ بيختلف كتير عن المناخ اللي اتعودوا عليه. فزي ما تكون انت عامل حد في صوبه. زرعه بصوبه جميله. وكمان ضيف السابع هاني رمزي. وهاني رمزي طبعا في الاتحاد. فانا اظن 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 ان هم وعلي ماهر. الله علي ثمانية. علي فين؟ في الاسيوطي. في الاسيوطي. ثمانية. لا لا في ثمانية ولو سكت شوارب هيقول لك ونيبوشة. ونيبوشة. مدرسة غلبت الاهلي مرتين. طيب احنا نتمنى التوفيق لكل المدربين وخصوصا ولادنا. طيب جدول الدوري مع الاهلي ماشي ازاي؟ هنبدا مع طلائع